نورتي نورتي يا قمر. ده نورك يا عسل. انتي مش عارفة أنا مبسوط قد إيه عشان وافقتي نخرج سوا. لا لا يا أخويا، ما تعتبرهاش مقابلة ولا حاجة. أنا بس من كتر ما أنت زنيت عليا قلت أجي أشوفك أنت عايز مني إيه. خير وحياتك عندي كل خير. ويطلع إيه بقى الخير بتاعك ده؟ بقول لك إيه، أنا مش فاضية، أنا يا دوبك معايا 10 دقايق وعايزة أروح. لا 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 لا، 10 دقايق إيه؟ ده أنا عندي كلام كتير أوي عايزة أقوله لك. ويطلع إيه الكلام الكتير ده؟ كلام كتير مش هينفع يعني تروحي من غير ما تسمعي كل ده. ده على حسب، لو انت طلعت محترم وبتفهم نعديها المرة دي، طلعت قليل الأدب وطلعت كسر أخلي يومك أسود من قرن الخروب. ايه ده ايه ده، ده أنا أخاف منك بقى، ده انت متوحشة أوي. بس مع قليل الأدب بس اللي ما بيفهمش. وأنا وحياتك عندي مؤدب ومحترم أوي. بس بقولك ايه، أنا يعني ياريت توافق أشوفك مرة تانية عشان خلاص العشر دقايق خلصوا. مالك يا راجل مش على بعضك كده ليه؟ عايزني اوافق على ايه بالظبط؟ بقول لك ايه، ما تيجي المره الجايه نتقابل هنا وبالمره اعزمك على الغدا. على فكره بيعملوا اكل هنا حلو قوي وشكل المكان عجبك. عندهم سمك؟ اه احسن مكان بيعمل سمك. اصل انا بحب السمك قوي، بموت في الفسفور، اصلي طلعت برج الحوت. بجد؟ انا كده بقى عرفت انا ليه معجب بيكي. طيب ما دام هيبقى فيها سمك وفسفور وانا طلعت برج الحوت، يبقى اراك امس باي سكر. هي المشيه دي، دي بقى اللي بيقولوا عليها مشيه بتتمخطر. خير يا خالتي؟ قلقتين. خير يا روح خالتك، ما تقلقيش. بس لك شيعتيلي بعد يومين يعني من جوازي، فقلت اكيد في حاجه ضروريه. لا يا اختي ما فيش حاجه ضروريه، بس مش عارفه كنت اصل انا كنت عايزه اقول لك ان جلال طلقني. ايه؟ طلقني ازاي؟ زي الناس يروح خالتك. في ايه يا بت؟ ما يطلقك، ايه المشكله يعني؟ انت مبسوطه 24 قراءه. ومين يروح خالتك اللي قال ان الراجل مش مبسوط؟ تالت ومتلت ده، حتى بعت لي جواب شكر على حد عندي علشان يشكرني على حسن اختياري ليك. امال طلقني ليه؟ عادي، طلقك يا اختي زي الناس. افهمي، جلال رجع بلده، هياخدك معاه يعمل بيكي ايه يا روح خالتك؟ وبعدين الجوازه كلها كانت في الكام يوم اللي هم فاضلين في اجازته. دي جوازه ايه بقى دي؟ دي جوازه الهنا. حتى شوفي بعت لك دول معايا. ها ايه رايك؟ خد. ايه يا بيت؟ سيبك بقى بلا جلال بلانيلا دلوقتي، خليه يغور. المهم عايزه اقول لك اني جايبه لك جوازه جديده، انما ايه سقعه. جوز ازاي وانا لسه في العده؟ عدت اهي روح العده يا بنت، ما تعصبينيش. طب خد عدي معايا. هي دي النيله يا بنت؟ بقول لك عدي. وخدي دي كمان، دي ورقة جوازك من جلال. افتح الباب يا بنت يا فتحية عشان الناس جم. اهلا وسهلا. اهلا يا شيخ، اتفضل اتفضل يا متر، بيكم مطرحكم اتفضلوا. السلام عليكم يا حبيبي. اتفضل يا اهلا وسهلا، نورتنا. النور ده هو ده العريس؟ لا يا اختي، ده الوكيل بتاعه. فين العريس بسلامنا؟ العريس في اسكندريه عنده شغل مهم، هو فاضي للكلام ده، انت اللي هتروحي له. بعد الوكيل اتجوز بداله؟ طب وفيها ايه؟ ليه انت فاكره اي كلام؟ ده الوكيل تعك جامده قوي، وبعدين ده ياما اتجوز له. ويحضر ليله الدخله بداله برضه؟ ايه بتبرطمي تقولي حاجه يا بنت؟ بحسب. يا اهلا وسهلا. الله يخليك يا متر. يلا يلا ابتدي اكتب العقد يلا. منورنا يا شيخنا.